ينضم إلينا عبر الهاتف فايز باصرة مدير هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في محافظة حضرموت. بداية أستاذ فايز مرحبا بك معنا في هذه النشرة على شاشة قناة عدن المستقلة، وأطلعنا على تفاصيل هذا الانهيار والمسببات التي أدت إلى حدوثه. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذا التواصل. في صباح اليوم تم التحرك إلى منطقة حصن باصل منطقة دوعن لمعاينة الانهيارات الصخرية التي حدثت. طبعا الانهيار الصخري هذه حدثت قبل فترة تقريبا شهر، والآن عودت الانهيار مجددا. بالتحديد أمس صار انهيار كبير لكتلة صخرية كبيرة. اليوم تم معاينة هذه الانهيارات كلها، واتضح لنا أنه تقريبا الآن والحمد لله أنه أولا لم يتم أي خسائر في الأرواح أو أنه خسائر حتى في المادية مثلا بيوت أو هكذا، ما خسائر بسيطة فقط في مجرى الساقية اللي مارة تحت الجبل وبعض النخل. طيب أستاذ فايز، يعني لماذا يعني وقعت هذه الانهيارات؟ هل يعود لنوعية الصخور الجبل؟ هل هي من نوعية الرسوبية؟ هل هي، حدثنا أكثر عن نوعية هذه الجبال. نعم، الانهيارات هي ليست وليدة اللحظة، يعني انهيارات سابقة. عند التحدث مع أصحاب المنطقة انهيارات سابقة منذ سنوات، في انهيارات سابقة كانت منذ يمكن 25 سنة، وكان قبلها برضو انهيارات. فتعود طبعا لطبيعة، بشكل أساسي تعود لطبيعة الجبال. طبيعة الصخور المكونة للمنطقة هي من صخور رسوبية وصخور جيرية، الطبقات العليا عبارة عن صخور جيرية، ولكنها متصدعة بصدوع وفواصل عمودية، وهذه مرتكزة على صخور الإسناد اللي تحتها صخور هشة من صخور رملية. فهذا سبب ضعف كبير في الجبل، وهذا السبب الرئيسي أساسا إلى البنية التكتونية للمنطقة نفسها. إضافة إلى سبب وعامل هام جدا هو المياه، وخاصة مياه الأمطار، خاصة مع تحول الفترة الأخيرة هذه السنوات، ازدياد هطول الأمطار ووجود في تشققات فظيعة كبيرة في الجبل هذا، فأدت إلى انهيار أو الانهيارات هذه وإلى تخلخل التربة. طيب كيف يمكن اليوم اتخاذ إجراءات ربما من قبل المواطنين والجهات أيضا الحكومية بمحاولة إجلاء السكان من هذه المناطق المعرضة للانهيارات؟ هو لله الحمد الانهيارات صارت في جزء لا يوجد تحته أي مساكن. الانهيارات صارت في جزء لا يوجد تحته مساكن، ولكن مساكن في جانب الجبل، وتم فعلا إجلاء جميع السكان القريبين من المنطقة في هذه المساكن. ولكن من معاينتنا اليوم للموقع اتضح أن الجبل الخلفي اللي يشرف على جميع المساكن يكاد يكون أنه شبه مستقر، ما فيش فيه حالة من التشققات جديدة، وأنه التصدعات اللي فيه هي تصدعات قديمة وثابتة، ما يتم فيها أي تغيير حاليا. ولكن نصحنا المواطنين بعدم العودة إلى انتهاء هذه فترة الانهيارات، لأنه بحسب المشاهد هناك بقى يعني ممكن أحجار بسيطة يتم عادة تساقطها في نفس المنطقة، يعني الخطورة زالت بنسبة 80 قلنا يمكن بالمئة لما زالت الكتلة الكبيرة اللي تم سقطها. نسأل الله عموما السلامة لكل السكان هناك. أستاذ فايز أحمد باصرة مدير هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بحضرموت، كنت معنا في هذه النشرة، شكرا جزيلا لك.